الفول الفول لا خلي يعني صباح كده خمسة وحدة وش حافظه البصل تحت الغياب كفر فقط عين يسرى هذا هو اللي انطلق معنا الجزيرة اليمنى هذا الشاب فقط بالركبة وشال التام بالطرف الأيمن هذا ال في حين سيد خالد أطلعنا على الوضع حيث أنت في المستشفى هذا هو الوضع الميداني داخل هذا هو الوضع الميداني انظروا الآن إلى الجرحى داخل المنازل هذا هو وضعنا داخل حي باب عمر طبعا هذا المنزل منزل قريب من المشفى الميداني المشفى الميداني عندما لم يعد يسع الجرحى أتينا بهم إلى المنازل المجاورة المشفى الميداني هذا هو الوضع الميداني داخل حي باب عمر جار ورجال هذا هو الوضع الميداني انظروا الآن إلى الجرحى داخل المنازل هذا هو وضعنا داخل حي باب عمر طبعا هذا المنزل منزل قريب من المشفى الميداني المشفى الميداني عندما لم يعد هذه هي نغم الصغيرة ألا ينظر العالم إلى هذه الطفلة الصغيرة ما ذنبها أن تستشهد أختها يا عم نغم الله يحرمك أولادك يا رب العالمين مثل ما حرمتيني أختي